لا ده امبارح كان كويس، يا يعني لعبه كويس، بس هي الماتش كله اختلف اول ما التغييرات اتعملت. يعني زي ما شفت امبارح اول ما التغييرات اتعملت جابوا هدفين، فهو الماتش كان شغال كويس والخطه كانت كويسه. يعني دي بدايه حلوه للمدرب الجديد، بس هي الفكره في التبديلات. يعني التبديلات كانت الناس كلها اللي قعدت لو كانت لعبت من الاول كان الماتش احسن. اداء جميل للنادي الاهلي، هو اعظم نادي في الكون واحسن فريق بيلعب كره في مصر. كسبنا امبارح مدافع كويس جدا بيلعب كره على الارض، ودي نادرا اصلا موجوده في مصر عامه. بس وان شاء الله الاهلي جاي، الاهلي جاي بقوه كمان. هو بصراحه الفرقه كلها كانت نجوم يعني، تمام. الاداء كله كان كويس، وبالذات لسه طالعين من فتره انتقاليه، تمام، فتره وحشه يعني النادي فيها، بس الحمد لله النتيجه امبارح تمام يعني، والاداء كان كويس. الماتش كان جميل بس كان صعب شويه وبتاع عشان بدايه موسم وبتاع، وان شاء الله مستنيين احسن كده من الاهلي، لان احنا متعودين على الاهلي احسن من كده. كان باين على اللعيبه جدا ان هي اللعيبه يعني لسه مرهقه والكلام ده، والمفروض ان هم يعني يحسنوا من اللياقه البدنيه شويه عشان يعني الماتشات اللي جايه لسه كتيره، فالمفروض ان احنا نرجع اللياقه البدنيه على قد ما نقدر عشان نعرف نكمل، بس مش اكتر. هي اللياقه البدنيه بس هي اللي كانت العائق تقريبا.